مشاهدينا، برحب بحضراتكم في الذكرى 11 لثورة 30 من يونيو، ونحن نتحدث اليوم عن مختلف إنجازاتها. كان لابد أن نتوقف لنرصد الإنجازات الدبلوماسية التي تحققت بعدها وكيف أصبحت علاقات مصر الخارجية. 10 سنوات مرت من الإنجازات الدبلوماسية، جنت مصر ثمرها ورسخت مقعدها في صفوف الدول الفاعلة على الساحة الدولية والإقليمية. سنوات 10 شهدت خلالها الدبلوماسية المصرية نشاط مكثف، وارتكزت في إطارها على الزود عن المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقاتها مع مختلف دول العالم، فتح آفاق جديدة للتعاون اتساقاً مع مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وأيضاً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن والتمسك بمبادئ القانون الدولي. على مدار العقد الماضي جنت مصر ثمار سياستها الخارجية بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقي وعضويتها في البريكس، بالإضافة إلى توثيق مصر لعلاقاتها بدول العالم وقواها الكبرى. لذا دعونا نقف بمزيد من التحليل على علاقات مصر الخارجية بعد ثورة 30 من يونيو وثوابت الدبلوماسية المصرية وثمرها.